إزاي أمريكا بتبتز أفريقيا؟ أمريكا عملت برنامج اسمه أجوا، وهدف البرنامج هو تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، وإعفائها من الرسوم الجمركية على معظم السلع المصدرة من دول أفريقيا إلى الولايات المتحدة. فالقانون لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ولكن البرنامج هينتهي في 2025. فهل الإدارة الأمريكية هتستمر زي ما هي بتدعي في دعم الاقتصاد الأفريقي؟ الكونجرس واتحاد العمال في أمريكا بيطالب بتجديده لمدة 10 سنين، ولكن لسبب ما القرار متأجل، وده معناه تخوف كبير للمصنعين الأفارقة من عدم التجديد، وده معناه إن المصانع الأفريقية هيحاولوا يشوفوا بلد تانية يصدروا ليها منتجاتهم، لكن القرار ده هيواجهوا بيه ضغوط كبيرة بسبب الضرائب ودخول سوق جديد مش موضوع سهل. يعني بعد ما كانت أمريكا مسهلة عليهم كل حاجة ومخلية منتجهم يدخل عندها من غير ضرائب على المنتج، فده بيساعدهم على المنافسة أكتر. فبالشكل ده المصنع هيحتاج يعيد تقييم السعر وتقييم جودة المنتج اللي هيزيد سعره في الدول اللي هيصدروا فيها، وده هيخليها منتجات غير منافسة، لأن كل دولة هيروح ليها هتكون عايزة تحمي منتجاتها المحلية من المستوردة. فهل تفتكر خطة أمريكا في أنها تخلي أفريقيا تعتمد عليها في التصدير هي عملية ضغط سياسي على الدول الأفريقية للاستجابة ودعم أمريكا في أي قرار تاخده ولا لأ؟ ولو أنت متابع البرنامج قولي رأيك فيه إيه. بس كده تنساش اللي أنت تابعنا على قناة تاريخ الكوكب على اليوتيوب عشان لو حابب تشوف فيديوهات عن التاريخ بشكل مفصل أكتر.